مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، نتواصل معاكم، تتواصل الأسرة وفقرتنا الأخيرة الراتبة هي لمسة. ولمسة اليوم معنا لمسات جميلة جدا من بنوتة، هي طالبة وكمان بتصنع حاجات واكسسوارات جميلة حتشوفوها معاي. أروى إيهاب منورانا في استوديو الأسرة، أهلا بك يا أروى. أهلا بكم، كلكم إن شاء الله. نحن يا سعيدة بوجودي معكم، ونحن كمان سعيدين بيطلتك معنا وطلتك كمان على شاشة فضائية الخرطوم وباكسسواراتك الجميلة والناعمة اللي قدامنا دي. الله يكرمك. طيب أروى، أنت لسه في الجامعة صحيح؟ أنا أروى إيهاب إبراهيم، طالبة بكلية العمارة جامعة الخرطوم، مصممة ومدربة في مجال الإكسسوارات. جميل، ده كمان التدريب ده محور كامل حنتكلم عنه. ما شاء الله عليك، دربتي نفسك لحد ما وصلتي إنك تدربي غيري. الحمد لله. تشوف طيب البداية بتاعتك بيتين، حسيتي إنه بتشتغلي على الإكسسوار وعندك الموهبة دي، وواضح يعني مشيتي درستي العمارة في جامعة الخرطوم. عموما أنا مهتمة بالمجال بتاع الأعمال اليدوية عموما، بداية بفن الإبرة اللي هو الكروشيه، وابتديت برضو أعمل شنط من القماش الجينز، وأخيرا رسيت على فن الإكسسوارات. طبعا فن الإكسسوارات ده مجال كبير ممتع جميل، بداية أخذته كهواية ولكن مؤخرا من 3 سنين أخذته كبزنس. البداية الحقيقية كبزنس من 3 سنين. علمت نفسي من إنه أحضر كثير، مهتمة interesting في أي حاجة بتخص المجال ده. ابتديت بعمل حاجات لنفسي والحمد لله لقيت قبول كبير من الناس. بعدين قررت إنه أنا لازم أطور الحاجة دي بالعديد من الورش والكورسات، والحمد لله. جميل، يعني فقط ورش، وورش يعني لايف بتحضري ورش في السودان هنا؟ ايوه، دخلت العديد من الورش. تمام. طيب بتلقي المجال ده حاليا بقى ما شاء الله عليه واسع ومنتشر، وكثير من البنات والسيدات بيعتبروه كمصدر رزق وكدخل اضافي. بتفتكري انه هو بحقق الحاجه دي؟ اكيد. اكيد هو بالاضافه منه، هو يعني انت بتستفيد من زمنك، بتستمتع بالزمن اللي انت بتعمل فيه الحاجات دي، في المقابل برضه في مقابل مادي بتقدر تعتمد على نفسك من بزنس ده. والحمد لله من بعد البزنس ده أنا فتحت بزنسين تاني، فهو يعني من كل النواحي ممتاز، من كل النواحي هو بزنس جميل جدا، ممتع وممتاز. تمام. طيب بس انت بتصنع شنو يعني؟ ده طقم جميل في الأول نتكلم عنه. طبعا بصنع يعني خامات مختلفة جدا، يعني مثلا الطقم ده هو من الكريستال، تمام، برضو من الكريستال والهدى، الإسورة، الإسورة بتاعته مشغول بالسلك النحاس، معمول بالشرك بتاع النحاس. أيوة. والخرز المستخدم ده بيسموه خرز الكريستال. كريستال، تمام. اشتغلت كريستال ملون اي لون انت حابه تدخلي؟ في الوان كثيره شديد، يعني حسب الطلب، حسب انه حسب طلبك ممكن. طيب ده تاج؟ ده تاج وعقد، مكون من تاج وده زي سلسل واسورتين وحلق. جميل. طيب ما صعب الشغل بتاعه بالنسبه للشغل الطقم الكامل ده؟ والله هو اعتقد انه اصعب من الحاجات الثانيه اللي حنشوفها. أيوة. دي بياخد زمن في ان انت تنتجي وكده، تفاصيله اكثر، تفاصيله كثيره شديد ودقيق، لكن في نفس الوقت ظريف يعني ممتع بالنسبه لك طبعا. ممتع. انا شكلي حاحب شغل الاكسسوارات ده، حاكون منافسه ليكم لان كل مره بتكون معي ضيفه بصراحه بتبهرني بالشغل وبانه بيديكي كميه بتاع طاقه حلوه شديد، انت شغاله على الحاجه بتكوني مستمتعه وفي تاني كده وفي صبر يعني وطوله بال في القصه. صح. تمام. طيب نشوف الحاجات الثانيه. أنا انتقلت من مواد من خامات لخامات تانية كتير، يعني مثلا الإسورة دي طبعا راجعة لتراثنا السوداني. السيموتة دي، السيموتة طبعا هي دي حاجة كيوت كده وصغيرة، البنوتات عادي ممكن يلبسوها. صح. صح. ممكن للبنوتات وللنساء اللي هي ده. السيموتة دي هي طبعا دي من تراثنا السوداني، واكيد الخرز الاحمر والجنيهات طبعا دي حاجة متميزين بها في المجال بتاع الاكسسوارات هنا في السودان. ايوه.
انتقلت برضو للشغل السكسك، ده حلق من السكسك والعديد من الخامات يعني اللي تقدر نستخدمها في المجال ده. تمام. في أساور جميلة وسلاسل الفراش اللي جنبك الحلوة دي. طبعا حسب الفئة المستهدفة يعني دائما الفراشات دي بتكون مناسبة للشباب للأعمال. فهي مطلوبة يعني ظريفة رقيق كده. والمواد اللي بنستخدمها دي يلا المواد دي من وين بتجيبيها؟ كلها من هنا من السوق السوداني؟ والله في الموضوع بتاع المواد ده صراحة أنا لما بدأت لقيت مشاكل كثيرة في توفير المواد هنا في السودان. خاصة المجال بتاع الأعمال اليدوية عموما ما في تركيز أو ما في مواد ممكن تقولي متوفرة بشكل كويس. بعد ذاك قررت إنه أنا أوفر المواد اللي أنا بشتغل بها دي من خارج السودان. ودي كان مشكلة بتواجه أي زول بيلاقي يعني دار يشتغل الإكسسوارات دي. فقررت إنه برضو أوفرها يعني. بنشتغل الإكسسوارات الجاهزة اللي هي معروضة دي، وغيرها بنوفر المواد الخام. طيب حاليا ما بقت متوفرة المواد دي في السوق المحلي هنا في السودان، يعني سهل إنك تلقي حاجاتك اللي عايزاها بكل الخامات كل المسميات موجودة؟ بتشوفي إنه أسهل تجيبها من برا من إنه تشتريها من هنا؟ ممكن تكون أقل سعرا كمان؟ الحكاية ما حكاية أسعار، الحكاية يعني إنه هي أساسا هي طبعا لك كبزنس أنت بتحسبيها بالأسعار، تحسبي انه انت حتجيبي الحاجه باقل تكلفه وبتدخل لك عشان تدخل لك عائد كويس. صراحه المشكله الحقيقيه اللي كانت بتلاقيني ما كانت مشكله بتاعت اسعار، لانه هو في النهايه فن بنتغاضى عن الاسعار. بنهتم بانه كيف نبسط عاملنا بحيث تكون الجوده بتاعتها عاليه جدا. فعشان كده انا قررت اجيب من برا، لانه زي ما قلت لك الخامات هنا في السودان ما في اهتمام بها، الكواليتي حقتها ما يعني ما 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 متوفر بشكل كويس. واحيانا بيكون عندك افكار كثيره لكن بتكون انت محصور بالحياه اللي قاعده قدامك. ده سبب خلاني انه انا اوفر لي ولغيري الخامات بتاعت الاكسسوارات. شاطره يا اروى، انت بالمناسبه انت مسوقه جيده جدا. انا قريت الحاجه دي من طريقتك ومن اسلوبك وربنا يوفقك. وزوله في المجال ده يعني ليكي 3 سنين واكثر، يعني ما شاء الله جيتي شاطره كده ومتمكنه محترفه. ف قلت لي انك بديتي تدربي الان، وصلتي مرحله الحمد لله اروى ايهاب قادره انه تدرب غيرها من البنات اللي عايزين يتعلموا. فبتين حسيتي بانه عندك القدره وعندك الخبره الكافيه علشان ما تاهلك انك تعلمي غيرك؟ صراحه مجال الاكسسوارات خلاني اتعرف على فئات كثيره شديد من مصممين، من ناس حابه تصمم الحاجه دي. وانا ذات نفسي دهشت شديد يعني، بقيت انه انا مندهشه لما شفت انه ممكن الحياه دي تتصمم، يعني ممكن حاجه ما تكون جاهزه ممكن تتصمم. فعشان كده بلاقوني كثير شديد من الناس انه هم عايزين يصمموا ما عارفين يجيبوا المواد وين من وين، وما عارفين يعني يتعلموا ويبدوا كيف، حتى يبدوا كيف ما على مستوى الخامات ولا المواد ولا كيف بيعملوها، حتى مستوى التسويق او بدايه كبزنس كيف. قررت انه الحياه اللي انا الصعاب اللي لاقتني دي اقوم اذلل للناس البادين يدوب دي بالخبرة البسيطة اللي عندي المتواضعة دي. فما نفسي الحياة اللي أنا وقفت فيها زول وقف فيها تاني يعني. فعشان كده قررت إنه أنا أقوم أخدم الناس وأوريهم كيف إنه أنا بديت، كيف عملت الحاجات اللي أنا يعني الحياة اللي أنا هسي بعمل فيها دي. فقررت بعد ذاك إنه أبدأ المجال بتاع التدريب. في إقبال؟ حاسة إنه في بنات كتير وسيدات عايزين يتعلموا الحاجة دي علشان تكون لهم مصدر دخل إضافي؟ أكيد أكيد. في الوضع الحالي في السودان أغلب السيدات والناس اللي في حتى الطلبة عندهم إقبال إنه يعملوا بزنس أو ينتجوا. والسودان حقيقي محتاج هسه حاليا كل الناس تنتج. طيب. كل الناس يكون عندها بزنس وتنتج. فعشان كده كثير لاقوني كثير من الناس إنه هم عايزين ينتجوا وعايزين يعملوا الإكسسوارات وغيرها من الحاجات الثانية اليدوية. أيوة. فأنا مهتمة بالإكسسوارات، فالحاجة اللي أنا قدرت أفيدهم فيها إنه كيف يقدروا يصنعوا الإكسسوارات وكيف يقدروا ينموا الإكسسوارات حقتهم. طيب يا أروى، بما انك شاطره كده انا اقوم استغل الحته دي. واذا جاتك واحده من البنات او السيدات وهي يعني محبطه شويه من الجو العام في البلد وانه الوضع صعب وكده، وهي عايزه تعمل ليها ولاسرتها مصدر بتاع دخل كويس، وبتقول لك
كل البنات يشتغلوا في مجال الاكسسوارات او في مجال الكروشيه وغيره من الحاجات اليدويه. حنسوق وين؟ اذا انا لو حسبتها كده انا ما حجيني دخلي كافي، حانا انتج الحاجات او حعملها واصنعها وحتكون قاعده عندي فقط. انت ممكن تقولي لها شنو علشان هي تقدر تشتغل بهمه وربنا حيرزقه اكيد ان شاء الله. الحقيقة المجال بتاع الاكسسوارات ده فيه زوايا متعددة ومميزة كثيرة شديد. واحدة من الحياة دي إنه إحنا كلنا ممكن نكون مصممين بتاع الاكسسوارات، لكن ما كلنا بننتج نفس المنتج ولا نفس التصميم ولا نفس الألوان ولا بنفس الجودة والدقة. يعني أنا ممكن أشتغل في حاجة معينة وغير يشتغل في خامات كثيرة، يعني السوق واسع والحياة كثيرة شديد. جميل جدا أروى. إيهاب بشكرك جدا على المساحة دي وحديك فرصة تقولي كلمة سريعة كده. حابة تحيي فيها زول ساعدك أوقف جنبي. أنا كمان بشكركم على الفرصة الجميلة دي، سعيدة شديد بوجودي معكم هنا. أنا يعني الحمد لله مبسوطة بالحاجة اللي أنا بعملها دي، وياريت الناس كلها يزول عنده اهتمام في تصميم الإكسسوارات يبدأ ينتج ويصمم. وحابة أشكر كل زول دعمني من الأسرة الكريمة، أخواني وأخواتي. أخوي يدي اليمين ساعدني كثير، باشمهندس إبراهيم، والوالد والوالدة، الأخوال والأعمام والأصدقاء، كل زول ساعد بونيتا، كل زول دعمني كل الدعم، شكرا من القلب. شكرا بونيتا. شكرا. تسلمي. شكرا لك يا أروى إيهاب، وأنا سعدت شديد يعني بالمساحة دي معاكي. أنت شابة طموحة، إن شاء الله حنشوف اسمك كده وحتعملي براند عالمي. أنا كنت عايزة لك من الحاجة دي وناوية تعمل شنو، لكن الزمن ما كفان، حنلاقيك إن شاء الله في مساحات تانية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا من خلال هذه المساحة من لمسة، وهي كانت فقرتنا الأخيرة في برنامج الأسرة. بشكركم على المتابعة، وبكرة إن شاء الله حيلاقيكم فريق عمل جديد بموضوعات متجددة. لحد ما ألاقيكم أنا إن شاء الله الأسبوع القادم، كونوا بخير ومع السلامة.